للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف محمد هشام المحلل الاقتصادي. أهلا بك محمد. أهلا وسهلا فيك. في البداية، توقعات متشائمة من مؤسسات دولية كبيرة مثل البنك الدولي وصندوق النقد عن الأداء الاقتصادي، عن الدين العام لبعض الدول الكبرى، عن أداء بعض العملات، وكنا نتابع منذ قليل يعني قرارات أوبيك بلس. قراءتك للمشهد الاقتصادي العالمي في الفترة القادمة؟ خلينا في البداية نكون متفقين أن العالم خلال الفترة الأخيرة عانى من العديد من الأزمات. كانت البداية في عام 2020، كان انتشار وباء كورونا، واللي تم تصنيفه على أنه واحد من أسوأ الأزمات اللي واجهها الاقتصاد العالمي. نعم. وده أثر طبعا على سلاسل الإمداد وتوافر السلع، واللي أدى لتدخل البنوك المركزية بشكل كبير وضغط سلع ضخمة جدا في الأسواق، أدت لارتفاع التضخم. وده كان صناع السياسة في البنوك المركزية في الوقت ده كان بيؤكدوا أن أسباب التضخم في الوقت ده كان أسباب مؤقتة وهيتلاشى مع زوال الأسباب وزوال أزمة كورونا. ولكن في بداية العام الحالي جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية، واللي زادت الصين بلة وضغطت على الأسعار بشكل كبير ودفع التضخم في أكثر من دولة حول العالم، وتحديدا في الاقتصادات الرئيسية لمستويات قياسية لم نشهدها منذ ما يقرب من 40 عام. ومن ثم البنوك المركزية تدخلت مرة أخرى عن طريق تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفايدة، وزي ما تابعنا مؤخرا على رأس هذه البنوك البنك الاقتصادي الفدرالي اللي رفع الفايدة 3 مرات على التوالي ب 75 نقطة أساس، وده ضغط على الاقتصادات خاصة أنها طيب أستاذ محمد، في هذه النقطة تحديدا، لماذا هذا الإصرار من قبل الكثير من البنوك المركزية على سياسة رفع الفائدة إذا كانت في نهاية المطاف من الممكن أن تؤدي هذه السياسة لحالة من حالات الركود، والتوقعات تشير إلى أن الاقتصاد يتجه بالفعل نحو الركود؟ في ظل الوضع الحالي من ارتفاع معدلات التضخم زي ما ذكرت وصول المستويات القياسية، العالم أصبح وتحديدا البنوك المركزية أمام خيارين أحلاهما مر، إما توجه الاقتصاد للركود أو استمرار التضخم المرتفع لفترات طويلة. عشان كده قررت البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة، هي كانت في البداية للسيطرة على ارتفاع الأسعار وتهدية الإنفاق في القطاع الاقتصادي، مع إدراك إن الخطوة دي ممكن تدفع الاقتصاد نحو الركود. ومع استمرار البنوك المركزية في طريق تجديد السياسة النقدية، فده هيجعل الائتمان أكبر وتكلفته أعلى، وبالتالي هيؤثر بشكل كبير على أسواق السندات والأسهم، وده ممكن يؤدي إلى تراجع حاد في النشاط الاقتصادي، وده اللي شفناه مؤخرا في منطقة اليورو. مع ارتفاع أسعار الفايدة ده هيؤدي إلى تخفيض الطلب، وبالتالي هيثير المخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في حالة من التباطؤ، وده تحديدا اللي خلى مؤسسات دوليه زي صندوق النقد الدولي او البنك الدولي يتوقع ان في العام القادم ممكن نشوف تباطؤ اكثر، خاصه ان صندوق النقد الدولي يتوقع ان الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد العالمي انه يتراجع من 3.2% في 2022 الى حوالي 2% في عام 2023، مع توقعات بوجود معدلات نمو صفريه تقريبا في اوروبا والولايات المتحده الامريكيه. فالركود امر سيء والتضخم امر سيء، ولكن البنوك المركزيه ممكن تجازف ان ممكن الاقتصادات الخاصه فيها تدخل في حاله ركود عن طريق التحكم في اسعار الفائده، وده يعد افضل خيار في الوقت الحالي بدلا من استمرار التضخم في مستويات المرتفعه حاليا. يعني يمكن حضرتك لخصت المشهد في ان هم امام اختيارين كلاهما مر. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر استاذ محمد هشام المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لحضرتك.